وحاجة العبد هذا المقصود إلى التوحيد أعظم من حاجته إلى الهواء، وأعظم من حاجته إلى الماء، وأعظم من حاجته إلى الطعام. لأن الهواء والماء والطعام فيها حياة بدنه، أما بالتوحيد فيها حياة قلبه وسعادته في الدنيا والآخرة. ولو فقد الهواء والماء والطعام وصار ذلك أن يفارق هذه الحياة الدنيا، لكن إن فارق التوحيد قلب الإنسان فقد كل خير في الدنيا والآخرة، فقد كل خير في الدنيا والآخرة. فالحاجة إلى التوحيد هي أعظم الحاجات، أعظم من حاجة الإنسان إلى الهواء وإلى الماء وإلى الطعام.